مشاهدينا، اللقاء الاخير المباشر لليوم مع اختصاصيه بالعلاج النفس حركه سابين حايك لنحكي اليوم عن اضطراب التنسيق الحركي. صباح الخير واهلا وسهلا فيك سابين. مثل العاده مواضيع بتهم كثار من الاهل اللي عم بتابعونا، واليوم اضطراب التنسيق الحركي شو هو؟ هلا نحن دائما بنحكي عن التاخر الحركي والصعوبات الحركيه اللي بنلاقيها عند الولد، وبيكون في عنا كمان انواع الحركه رح نعرف عنهم بالاول لحتى يعرفوا الاهل كيف بده يكونوا عم بيلاحظوا التاخر والمشاكل اللي معقول تكون مرافقه الحركه. في عنا الحركه العامه اللي هي مثلا مثل الركض، مثل المشي، انه الشخص يقدر ينوت، وفي عنا الحركه الدقيقه اللي هي بتساعده انه يكتب، انه يكون مثلا عم بيقص بالشوكه والسكينه، يكون عم بيستعمل الاشياء بطريقه دقيقه. بنمو الولد من هو صغير بنلاحظ انه في عنا نمو طبيعي، بنوصل لمحل معقول نلاحظ انه الولد في عنا تاخر بشيء معين، بس اذا ضل هذا الشيء تاخر عم بضل يتراكم وعم بيزيد، وكل ما عم يوصل لمرحله معينه بعدنا نحن بمراحل سابقه، هون بنكون في عنا كويستشن مارك انه ليش في عنا هذا التاخر. وهلا اليوم حنحكي اكثر عن تشخيص اضطراب التنسيق الحركي DCD، واللي هو بيعنى اكثر انه احنا في عنا هون ما بقى عم نحكي بس انه الحركه نحن بنشوفها انه هون في عنا صعوبات، بس هي الحركه او الصعوبات اللي ناتجه هن عن كل شيء المشاكل بالتخطيط والتنفيذ تبع الحركه، يعني الوظائف الذهنيه، كيف انا بدي اخطط للحركه لحتى انا اقدر اوصل له. وهون بنلاحظ كمان العوارض مختلفه من ولد لولد اكيد، وبنلاحظ انه كل ما عم يكبر يا اما مثلا بالصف عم نلاقيه كثير بطيء، ما عم يقدر يكتب بسرعه، ما عم بلحق، او مثلا اذا بده يمشي بيتفركش بشيء معين كانه عم بيتفركش بحاله، وهذا المصطلح اللي بيستعملوه الاهل انه عم بيتفركش بحاله. معقول مثلا بده يمشي بيخبط بالطاوله، بيخبط بالباب، ما بيكون قادر يركز، وقتها بده يعمل حركه معينه او يقوم بشيء معين بصير بده مجهود كثير كبير على صعيد الانتباه والتركيز، وهون بصير في عندنا الفاتيغابيليتي او التعب. اوكي، بتم التشخيص من خلالكم وفقط من خلالكم، يعني لحتى ما نقول انه في اشخاص هن بطبيعه شخصيتهم او سمات شخصيتهم عجقين او عندهم غير مشاكل كمان بتخليهم يكونوا عم بيتفركشوا بحالهم، سو مش نحن اللي بنشخص، يعني لانه في كثير اهل في كثير عوامل اكزاكتلي، في كثير اشياء بنكون عم نفتش عليها وقت نكون بدنا نفتش على التشخيص او نحدد التشخيص. اولا ما له علاقه بمستوى الذكاء عند الولد، بيكون الاي كيو طبيعي، ما في عنا مشاكل ابدا يعني ما انه خلل دماغي نحن عم نحكي عنه، وما في عنا مشاكل عصبيه، ما في عنا مشاكل طبيه. اذا في عنا شيء من هيدا يعني في عنا مشاكل ثانيه ما بنكون عم نفوت بالديسبراكسيا او اضطراب التنسيق الحركي، لانه نحن بنكون عم نحكي بغير موضوع، لازم نشتغل على اشياء ثانيه فاكتور هي عم بتاثر على انه يقوم بالحركه بطريقه مناسبه. فوقت نحن يجي لعنا الولد بدنا اول شيء نسال اكيد عن تطور نموه من هو صغير للعمر الحالي اللي هو اجى لعنا فيه، لحتى نعرف اكزاكتلي اذا من قبل بين في عنا تاخر وهذا التاخر عم يكبر، او بس هلا فجاه مثلا صار في عنا حادث معين. لنعمل التشخيص اكيد في روائز او تيست معينين بنعملهم، وحسب السكور يعني بالنسبه لعمره بحدد لنا هو قد ايه بعيد عن عمره. بنشوف كمان اكثر من شغله مثلا مثل التنسيق بين النظر وحركه الايدين، يعني ممكن انه يقدر يمسك الطابه، الحركه الدقيقه او التنسيق الحركه بين الايدين مثلا يكون عم بخليه انه يبكل الشوز تبعه، هول كلهم تفاصيل كثير مهمه. وبنشوف كمان بالحياه اليوميه هو كيف عم بيكون، وبنشوف كمان اذا هو بطيء او سريع. ومعقوله بالصف لانه الولد اذا عم بيعمل افار زياده وعنده هذا المشاكل او الاضطراب، ساعتها معقول يكون في عنا حركه شوي زياده لانه بيصير عم بيعمل افار زياده، عم بيركز زياده، عم بينتبه زياده، سو كان عم بيضغط على حاله بصير ديستراكتد بالاخر. اوكي، فضروري يكون عم نعرف اكزاكتلي كيف نشخص، ومش دغري بنحط التشخيص، يعني كمان نحن بنكون عم نعطي شوي مجال للولد لنتعرف عليه، لنستكشف، لحتى نقارن الاشياء اللي سمعناها والاشياء بالتيست والاشياء كمان باول جلسه فينا نعتبر، وعلى اساسها بكون عم نوضح اكثر التشخيص. سابين، بعد التشخيص شو بصير؟ يعني بعرف انه ما بنحب نقول باي كادر، بس لما يكون هيدا الطفل عنده هيدا الاضطراب شو بصير؟ هلا بهيدي الحاله اذا في عنا اضطرابات معينه بلا نحن بنمشي حسب تابلو معين للسنتوم لحتى نعرف
شو لازم نشتغل. نحن كشغلنا بيركز كثير على الوظائف التخطيط والوظائف التنفيذيه اللي هي بتساعده انه يقدر يحلل الجست، يحلل المعلومه ويقدر بعدين او الحركه اللي هو بده يقوم فيها ويرجع بعدين يخطط لها. نحن كمان عم نلاحظ مثلا بالبيسيكلات، يعني يوجولي وقت الولد يتعلم شيء او الركض او المشي هي حركه بتصير اوتوماتيزي، بتصير خلص اوتوماتيكلي بتعرفي كيف تمشي كيف تعمليهم. عند الاشخاص اللي هن عندهم هذا الاضطراب بصير بعدنا عم نمر بمرحله كانه عم نركز لنقوم فيها، عم نركز لنعمل بيسيكلات حتى لو تكررت. هون دورنا انه نقدر نعمل الحركات، نقدر نخطط لها بطريقه مضبوطه، نشتغل على كل شيء وظائف تنفيذيه وعلى اساسها بنكون عم نشتغل صح. سو بنشتغل حسب كل ولد اكيد الصعوبات تبعه، واكيد كثير مهم دور الاهل والمدرسه. ما فينا نعمل بريشر على الاولاد اذا هن في شيء ما عم يقدروا يقوموا فيه، لانه في كثير اوقات بيعتبروا انه الولد اكثر ليزينس، يعني هو قصد ما عم بيعمل، هو مش قصد ما عم بيعمل، هو ما بيقدر يعمل. في فرق بيناتهم. اوكي. الاشخاص اللي ما بتتعالج، خلينا نقول نحن دائما بندعي كل الاشخاص انه يلاحظوا هول التفاصيل الصغيره. بنعرف قديش ضغوطات الحياه وقديش الام والبي مشغولين، ويعني ما في حدا عم يشتغل بس شغله واحده، بس عن جد كل ما تم التشخيص بشكل مبكر اكثر كل ما بنوصل لنتيجه بالعلاج بشكل اسرع بيكون المشوار اهون بالعلاج. الاشخاص اللي ما بتتعالج، يعني انا عم جرب اتخيل مثلا شخص كبير عنده اضطراب بهذا، هلا اذا كان على عمر اصغر اكيد اهون. ما في، نحن ما بنقول ابدا ما بيتعالج، لانه دائما بنجرب بنشتغل على الوظائف. بس معقول يكون في شخص عندنا بطء اذا فينا نقول بالتطور تبعه اكيد، وممكن انه نحن ما عم نقول نحن عم نعمل ماجيك عم نلغي الاضطراب، بس نحن عم نعطي طرق استراتيجيات لحتى يقدر الشخص يتبعها ليقدر يقوم بالحركه وما تاثر على، يعني هو يكون اوتونوم اكثر، يكون لحاله عم يقدر يقوم بالحركه مش دائما يتلبك. لانه كمان يعني هيدا الاضطراب او غيره من الاضطرابات ما قلت تاثر على النفسيه، يعني كثقه بالنفس مثلا كقلق الستريس بيعمله للولد اذا هو عم بيطلع انه في حدا عم بيسبقه وهو ما عم بيقدر. وهون كمان بنعطي ارشادات توصيات للمدرسه، يعطيهم وقت زياده، بنعطيهم اشياء ادابتي يقدروا يستعملون، يمكن المسطره العاديه ما بتقدر تساعده للولد. وهون احنا دورنا نكون كمان عم نعدل الاشياء اللي بيستعملها. الاشخاص ما فينا نقول ما بتتعالج، نحن بنجرب دائما نحط خطه علاج لحتى نقدر نكون عم نساعدهم. لا انا عم بقول الاشخاص اللي اهملوا او مثلا ما حدا انتبه لهم، يعني كيف بكون شكله حدا بعمري مثلا عنده هيدا الاضطراب؟ هيدا كان هلا بنلاحظ دائما بتقولي عن حالك مثلا، في كثير اشخاص بيكونوا ما واعيين على الموضوع، ممكن بيكملوا حياتهم بطريقه عاديه بس بيعرفوا عن حالهم مثلا انه انا كثير عجقه، انا ما بعرف مثلا بتفركش كثير، بصيروا شوي شوي بتلاحظ انه عم بيقولوا عوارض معقول تكون عم بتاثر، او خطهم منه كثير واضح، ما بعرف امسك القلم، شوك بالسكينه حتى لو على عمر كبير ما بيقدروا يستعملون. فهول عوارض بنكون عم نلاحظهم. كمان نحن فينا نكون عم نشتغل مع الكبار، نحن شغلنا ما بس بيكون مفوكس على الصغار، كمان عم نشتغل مع الكبار لحتى نكون عم نساعدهم ونعطي كمان تقنيات معينه. سابين كلمة أخيرة بتقوليها لكل الأهل يلي عم بتابعونا بهذا الموضوع تحديدا. أنا دائما بشدد أنه على تدخل مبكر، تشخيص المبكر لحتى عن جد نعرف نكون عم نساعد، ويكون في كولابوريشن أو كوردينيشن مضبوطة بين التيم والأهل، وما يظلموا الولد، يعني ما يحطوا الحق عليه أو اللوم عليه، لأنه هيدا فعلا مش بإرادته عم بيكون هيك. أنا بدي أتشكر حضورك معنا وأهلا وسهلا فيك دائما سابين حايك، على أمل لقاءات أخرى كمان نحكي فيها مواضيع بتهم الكتار. ولكل المشاهدين اللي عم تابعونا بدي أودعكم على أمل لقاء بكرة، أكيد زملائي وأنا ملاقيكم بنفس الوقت رح نكون مع لقاءات مسجلة من هلأ لختام وقت البرنامج. خلوا الابتسامة على وشكم، حطوا حزام الأمان، ما تشربوا وتسوقوا ودلكم رايقين، حطوا موسيقى بالسيارة رغم كل شيء، هيدي مرحلة وبدها تقطع. فتشوا عن الأشياء والسعادة بأصغر تفصيل موجود بحياتكم وركزوا بس على هيدي النقطة. باي ومنلاقيكم بكرة.